كاميرا واحد على الطفلة، كاميرا اتنين عليها اكشن. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. اهلا بيكم في حلقة جديدة من عصير فريش. ايه؟ أنا صوتك. أنا صوتي كده. أنا المخرج. أنا جايبك تخطبها. ايه بحب البنات يا عبد الواحد وحسين؟ كل واحد مكانه. أنا شعرك ده لما بشوفه اتعصب. محدش طب اعملي شعرك كده. أنت راجل مجنون على فكرة. والله ما عملت حاجة، هو اللي مسك الفيشة والكهرباء. ما تعيطش، احنا بنهزر معاكم بنعمل فيك مقلب. يا سيدي يا عسل، تعالوا بسرعه. لو سمحت انا جاي بسرعه. ما في بابا توه كانوا عاملين فيك مقلب. مش واخدها. كاميرا واحد على الاستاذه، كاميرا اتنين على الطفله. ماشي، عايزك تركزي، مش عايزين نغلق كتير. حاضر. وانتو مش عايز صوت في الاستوديو، مع اكسنت تشتغل. حاضر. لا الصوت عادي على فكره، لو سمحت اتكلم براحتي. اكسنت، مساء الخير عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من عصير فريش. احنا النهارده الضيفه اللي معانا مشكله، فانا النهارده تقريبا مش هقدم الحلقه، هي مش هتسيبني اصلا اقدم الحلقه. فخلينا نتعرف مين معانا. اسمك ايه؟ جو. جوا، الاسم الجميل ده يا جوا. ميرسي. وايه الدلع الحلو ده؟ ميرسي جدا. جوا انت شكلك كده تحسي ان انت نيلي على صغير. ايه بتمثلي؟ وايه كمان؟ بغني. برقص. بعمل كل، انا فنانه شامله. يا ولا فنانه شامله. ده انت هتقطعي عليا بقى. انت معترفه؟ طب انا عايزاكي تمثلي لي حاجه، انا نفسي اتفرج عليكي وانت بتمثلي. طب منين؟ زي اللي انت عايزاه. دنيا اللي انت عايزاه. طيب هو مش دورين ولا دور؟ بصي النهارده الحلقه بتاعتك، انا ماليش دعوه، كاني مش موجوده. ماشي. الحاني يا مسيو مظهر معلش ماشي، يلا من الاول. الحاني يا مسيو مظهر ليه؟ انت غلطت ليه دلوقتي؟ وايه المشكله اما اتلخبط؟ لا ما فيش لخبطه هنا، عندي في وقت من الاستوديو. ما تعصبنيش. لا محدش يزعلي. انا اللي زعل هنا. لا مفيش حد بيزعل. ركزي معايا. انا اسف، محدش يشخط غير بابي ومامي. انا غير بابا ومامي، انا هنا المخرج. المخرج اوعى تجننيني. بس ان هو لما بينكش شعره بيتحول، فخلي بالك من اللقطه دي. اكشن. يا دي الاكشن اللي معلش. رجعنا تاني مع الطفله الجميله جوا. جوا يلا ادينا بقى دور كده. عايزاكي تطلعي كل اللي عندك عشان ما يجيش الجن علينا. لا انا اغلط براحتي، مش هو بقى معلش عشان مجنون على نفسه. ما انا عارفه، بس هو عنده القلب. معلش عنده القلب، ممكن يقع مننا يموت. ده لو مات هيجيب لنا داهيه. احسن احسن يموت. انت بتدعي عليه؟ لا ما بدعيش، يعني يقعد كده يغمى عليه مره يروح في داهيه، تيجي 10 غيره. صح صح. يلا بينا. يلا اديني حاجه بقى. الحاني يا مسي مظهر بودي ضاع مني. ايه هو بودي ضاع منك ولا ضاع مني؟ مين ماسكه فيك دي يا مسي مظهر؟ دي ام بودي نفسها. الواد فين يا لهفه؟ مساء الخير يا جماعه. بودي ولارا ضاعوا مننا، وزي انت شايف بيتمسح بينا البط. امال ما ضاعوش ولا حاجه؟ امال راحوا فين؟ مستخبين. مستخبين فين انت؟ انت بتتكلمي بسرعه كده ازاي؟ طب اعملي لي اللي انت فاكره قبل ما نصور. مش مثلتي لي حاجه؟ عايزه اتفرج عليه. تمام. واتفر، انا افضل قاعده هنا لحد ما جربها دول يمشي من بيتي، وهصرع نفسي ليمونه. او ماي جاد. واتفر ليمونه. اوكي هقول لها في النادي، اقول لها في مع اصحابي، اقول لها في اي حته. ما حبيتش يعني تقول لها انا فين. على فكره بقى انت بجد فنانه شامله. لا معلش انا اتلخبطت. مش مهم. لا بس اتلخبطت، انا كنت بعمل احسن من كده. لا انت اصلا ازاي تقول لها مش مهم؟ انت كده ليه قلتي كده؟ معلش هتمثلي. تمثلي صح. ما هي عملت ايه؟ لا يا استاذ مني، وانا بمثل حقيقي. انت تخلصي خالص. حاضر انا اسفه. مش معقول بجد. عماله تقول لها برافو برافو، وهي عماله تغلط وعماله تا 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 ايه ده؟ وعماله تقول لها الممثله. يلا مع اكشن. ايه صوتك؟ حبيبة قلبي ما تزعليش منه. خلاص ده عادي كده، مجنون. ماشي والله العظيم لو الدمع لسه هتنزل من عينك انا هضربه.
خلاص انا بحمد ربنا ان انت معايا، انا مش عارفه من غيرك كنت هصور ازاي النهارده. يا رب الحمد لله. خلينا نرجع تاني. طيب خلينا ناخد اتصال معانا تليفون من الفنان الجميل علي ربيع. اهلا وسهلا. هاي هاي يا ولا. اهلا اهلا، شرفتنا. اهلا وسهلا. ازيك ازيك، عامله ايه؟ والله البنت اللي معاكي دي زي القمر. جو اسمها جوا. جوا جوا. ازيك يا جوا؟ الله يسلمك. عامله ايه يا قمر؟ والله انت حلوه قوي ما شاء الله. ودي 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 ممكن يعني توضحي؟ اوضح. إيه معلش، هي بس جوا مش فاهمه حضرتك قوي يعني. يا جوا ازيك؟ انا بقى انا يعني شفت الحلقه البحر. بص يا جوانا، اتفرجت لقيتكوا يعني بتلعبوا وتعملوا عصير وانا بحب العصير يعني، وقلت اقول لكم على العصير اللي انا بحبه. هاي هاي. انت فاهمه حاجه ولا كلمه؟ اه ما شاء الله. طب يا جوا، بص يا جوا، طيب بص اقول لك على حاجه. انا كل اللي فهمته منك جوا بس. طيب ما انا مش انتوا هتعملوا عصير؟ اه. طيب يبقى انت، انا بس عندي تعليق صغير، ان انت يعني بتقسي على المخرج قوي وهو بيقسي عليه وبيزعق كتير. ليه؟ ما بيزعل القمر بتاعتي. بيزعل القمر بتاعتي. ما يزعلش ولا يعمل حاجه واحنا جوه. لا لا ما تخلوش. ثانيه بس، انا يحبني ويحبها هشيله فوق راسي، اللي ما يحبنيش هشيله ومعرفش فين بقى. انت عارف ايه ده؟ يعني انت كده لو ما بحبكيش تغلطي في ايه كده؟ والله لو انا بغلط فيك انا بقول فيه هو. لا 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 انت كشمتيه. لا اوديكوا في داهيه. مين يا علي ربيع؟ انت مش عارف علي ربيع؟ انت هتغلطي فيه كمان؟ والله لا في الهوا. روح يا استاذ منى يا مولانا. معلش يا استاذ، اسفين. معلش يا استاذ علي، ما على طول مبهدلني برضه، البنت بتدافع عني. انا بتغلط فيا مش ممكن. لا معلش احنا. ايه يا بنتي ده؟ مش ايه بنتي وانا بغلط؟ ايوه بتغلط مين ده؟ علي ربيع، الاستاذ علي ربيع. نعم مين علي ربيع؟ مش فاهمه. لا سلم مصر، قصدي مصر مصر. انا بعشقها بس يا اخويا ما اعمليش كده. لا اعملي كده. كلمي كلمي باسلوب احسن من كده. هي عملت ايه؟ انا اخاف واعرف هي عملت ايه. اقعدي. انا مش قاعده. خلاص معلش. اكشن. هدي نفسي. يا دي اكشن. معلش. انا يلا انا بعتذر للفنان علي ربيع على الموقف اللي حصل ده، بس الموضوع خارج. كل ده بسببه. ما اعمل ايه طيب؟ قولي لي اعمل. انت لو مكاني هتعملي ايه؟ انا لو مكانك امشي. امشي واسيب البرنامج؟ اه وتعملي برنامج احلى. طب ولو قعدت في البيت؟ هو يا ستي هو بس تجيبي مخرج تاني. طب وانا مش بمزاجي انقي المخرج، هما بيجيبوا لي المخرج وانا بشتغل على طول. قولي لي اعمل ايه؟ بتاخدي كام؟ هتدفعي لي الفلوس؟ لا انت بتاخدي كام؟ انا الصراحه خلاص انا صعبانه على نفسي قوي. قلبي ما تقوليش ما تقوليش. معلش خلاص. طب وعديني ان انت هتدافعي عني على طول. وقت ولو جه دلوقتي هيتبقى اهو جه. يا ستي احنا مش بندفع، هنقول لها العصير بتاعنا ايه اللي هنعمله. حاضر. الوقت متاخر وبعجل الاستوديو. حاضر. الاستوديو هم في قولي لها على العصير. طيب يا رد عادي. حاضر حاضر يا استاذ. العصير انا اللي هعمله مش هي. وبعدين قلت لك 100 قلت هم كلها قلت لك 100 مره ما تشغلش فيا غير ما ابي بابي. اكشن يا دي اكشن. معلش معلش هم كلها. معلش يا قلبي دي مضايقاني الصراحه. مستفز قوي بجد بجد. انا تعبانه نفسيا، انا بروح كل يوم اقعد اعيط ما بعرفش انام. اجيب بودي جارد. اجيب بودي جارد ويعمل فيه ايه بقى؟ يموته؟ يموته بجد؟ انا موافقه. الفكره دي ما جاتش في دماغي قبل كده. بس انت انت هتفضلي تدافعي عني صح؟ طبعا. طب تغني لي حاجه عشان تطلعيني من المود ده. اغني لك ايه اللي انت عايزاه؟ اي حاجه منك. انا بحبك واي حاجه انت هتقوليها خلاص احبها. طب بصي، هو انا بعرف اغني او بس مش فاكره الاغاني. يعني مثلا انا هقول لك انا مش بغني بس انا بعرف اغني. يعني لو شغلت لي اغنيه مثلا واغني عليها بمش اي اغنيه عادي. طب انت ما تعرفيش تغني لوحدك اغنيه؟ ما انا خايفه ان انا اقول لهم شغال اغنيه يجي دلوقتي يقعد يصوت ويزعق. خلاص خلاص ابتدي الدنيا برضه. يلا. الف باء تاء ساء فيكنوس مخصص للعشاء، ودي شغلانتي ودي لعبتي استاذه علم احباء. لو الاستاذ بيحب مزاج عقده ملهاش حلال، بهدوء بعمل انا خطتي وبوفق راسك في الحلال. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. انا مش جايبها عشان تغني يا نسر. طب يا استاذ منعم انت وترتني جدا ووترتها بجد. انا جايبك عشان تساليها سؤال، بتعرف تهبب العصير ولا لا؟ طب ليه تهبب؟ ليه بتشتمها؟ ما هي هترد عليك. لا ترد عليا. انا بقول لك ايه، انت التفتفه بتاعتك دي يا لو سمحتي كمان بيتفتف عليكي. قولي لها العصير بيتعمل ازاي. اتصالات في اتصالات في فلوس، هتخرب بيتي.
اكسر يد الصوت. طيب رجعنا تاني مع الطفله الجميله جوا. جوا النهارده هتعمل لنا عصير، فخلينا نعرف ايه نوع العصير اللي جوا هتعمله واشمعنى هتنقي العصير ده. هتعملي ايه النهارده؟ العصير فراوله. فراوله؟ اشمعنى فراوله؟ بحبها قدامي زي المانجا بالظبط. عشان انت زي الفراوله. ميرسي. انت عارفه ان انت بخدودك دي فراوليه خالص. انت عندي جدا. خلاص والله. طب قولي لي بقى بتعملي عصير فراوله في البيت؟ كمان بدوق اخواتي انا بعمله حلو. ايه؟ انا بعمله حلو كمان. بجد والله؟ وبتعملي لهم في البيت عصير فراوله؟ ما هو معبله بحط عليه سكر ولبن كده يعني بخليه طعمه حلو. طب وفي ولا معسل ولا مش معسل يعني مظبوط. مظبوط بالظبط. وهدوق انا منك العصير النهارده؟ طبعا. طب وهندوق المخرج؟ انا بشرب سكر زياده. هدوقه انا هحط فيه سم. سم. يستاهل. الصراحه هو يستاهل يعني. طبعا عامة هو لو جه تاني انا عايزاكي بس ايه لو جه تاني قولي له مالكش دعوه بيها خالص وسيب المذيع في حالها. خلاص؟ انا بحمد ربنا ان انت معايا الحلقه دي. انهي 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 يلا. انا عامل لحظه معلش خلاص انا عامل ايه خلاص بصي عشان انا اصلا على اخري وانا ممكن امسكه دلوقتي وام جايه مديانه بوكس. ايوه انا عايزه بقى الست تطلع كده. خلاص خلينا نروح نشوف جوا هتعمل لنا عصير الفراوله ازاي. يلا بينا يلا بينا يلا. لو قابلنا نكعبله في السكه. تمام. ونديله شلوت. ماشي. يلا بينا يلا نعمل العصير. ورجعنا لكم تاني في عصير فريش وهنشوف بقى جوجو هتعمل لنا ايه النهارده. وانا واثقه ان العصير اللي هي هيطلع من ايد جوجو هيبقى كده حته قشطه. صح صح. ليه بقى؟ صح يا قلبي. وخلاص بقى يا حبيب قلبي. اي لاف يو. وانتي اي لاف يو تو. يا روح قلبي اي لاف يو فور. يا روح قلبي ونور عيني اي لاف يو. لا 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 لا. اصبري بقى هنقضيها حب. لا لا معلش. ايوه دلوقتي هنعملها في البيت. النبي معلش. ركزي معايا انا. خليكي بالعصير عشان المشاهد عشان وقت البرنامج. اوعى تخنقينا واعملي العصير عادي. حاضر حاضر. لا مش حاضر ما يزعلناش كده بقى كده كتير. انا اعمل ايه؟ هزقني هنا وانا هزقته بس مش الدرجه دي. انا مغلوبه على امري. انا مغلوبه على امري. احسن. والله العظيم انا ما طلعت من الحلقات دي كلها غير بيك انت. يا قلبي احلى حاجه حصلت لي حياتي والله. يروح قلبي يا قلبي يا قلبي والله حياتي. طب يلا انت بقى اللي هتقدمي الفقره دي. يلا ادخلي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا مع برنامج عصير فريش. النهارده احنا هنقدم لكم فراوله. هعمل لكم عصير فراوله. تمام. تعالوا نشوف مع بعض بقى العصير الفراوله بيتعمل ازاي. يلا اشرحي بقى كده خطوه خطوه. تمام. اول حاجه بنجيب الخلاط. عايزاني اساعدك في حاجه؟ لا لا خليها مقفوله. مقفوله. طيب نجيب الفراوله. مفيش معنى. تمام. كمان بنعمل كده. ايوه. طيب يلا كفايه كده. كفايه كفايه كفايه. ايوه برافو عليكي يا ست الكل. ايه بعدين السكر. يبقى نقول للمشاهدين تاني اول حاجه نحط الفراوله وبعديها السكر. وانتوا لو عايزين تعملوها بلبن بقى اعملوها بلبن بس تحطوا الفراوله وبعديها اللبن بعدها السكر. يعني اي حاجه يا مش مهم. كفايه سكر صح؟ انا بقول كفايه برضه. الا لو هو هيشربه نحط له سكر كتير عشان ايه نخلص منه. احسن برضه. مش هدوقه. هدوقك انت. يلا وبعدين هتحطي ميه ولا خلاص كده؟ احط ميه شويه ممكن تكون طين قوي. ايوه كفايه. تسلم ايدك. سوري. نغطي بقى الاول. نعصيه. في سكر. خلاص مش مهم. ايوه. طيب احنا هنزود ميه. صح؟ ده انت يا بقى انا عايزه اقول لك على حاجه. انت هتبقي شيف هايله. ميرسي. عشان انت بتعملي كل حاجه بضمير. انا بحب اعمل قوي عصير. توصفي كده للمشاهدين عشان يفهموا. صح صح. مش بنعمل سلطه احنا. احنا ناس بروفيشنال طبعا.
كفايه؟ ايه الخلاط هيبوظ. ايه يا استاذ منعم بقى؟ كفايه كده. حاضر. كفايه ايه؟ ده لسه الفراوله ما ساعدتش. لا لا حلو قوي كده. هنعمل ايه معلش؟ امرنا لله. امرنا لله. طب يا صبتو سيدي. معانا اتصال هاتفي من الفنان محمد عبد الرحمن توته. الو؟ الو؟ اهلا اهلا. ازيكم يا جماعه؟ ليه كده؟ ليه يا شيخ حرام عليك ليه؟ اخبارك ايه؟ ازاي قلت حاجه على البنوته الصغيره حلوه ليه؟ ميرسي. ازاي ايه؟ ميرسي ليه؟ ميرسي ازاي يعني يا جماعه؟ انا عايز اسال حاجه بس، بتحب انا شفتك وانت بتروحي تجيبي كريب زنجر شطه ليه؟ انت عرفت ازاي؟ انا بحبها قوي. ايوه كريب زنجر شطه يا شيخه، وانت بتجيبيها من وتروحي المعرض مع بابا وكل شويه عايزه تخرجي ليه؟ عارف منين المعلومات دي؟ ايه ده؟ ده واضح كده يا شيخ حرام عليك ليه وبتعملي الفراوله كده وانت زي القمر زي الفراوله ليه؟ ميرسي. شفت الجمال؟ في اطفال بالحلاوه دي؟ لا حاجه خالص والله، ده انا رحت اروح اجيب زنجر زيها وكريب على طول. كريب ليه؟ ايه حكايه الزنجر والكريب دي؟ اول بحب الكريب والسنجر. وكمان بتحب تخرج مع باباها المعرض وتضايق اخواتها في قلب البيت ليه؟ لا يعني ايه ده بقى؟ عارف منين؟ ليه كده؟ ليه كده؟ حرام عليك ليه؟ حرام عليك ايه؟ لا واضح ان انت عندك مصادرك الخاصة، فاحنا كده خلاص. مش ايه؟ انت بتقعد تاكل زنجر وحرام عليك ليه؟ حرام عليك. انا مش فاهمة حاجة. معلش طيب حاضر، حضرتك شايفه والله. طب يعني الفراولة انا بحب الزنجر. طب انت الفراولة اعمل لك ايه برضه؟ بصي بقى الفراولة دي مفيدة وممكن تخليني ابقى جامد ليه؟ على فكرة الفراولة مفيدة وكمان فيها حاجات ممكن اقولها لك. ايوة تقولي لي بس، عندها ممكن تعمل لي حساسية. انا عندي في الحميشي. ليه؟ انا يعني الفراولة بتعمل حساسية يا شيخ حرام عليك ليه وانا عندي حساسية؟ لا ما بتعملش حساسية، ما بتعملش. ايوة يا شيخة بتخليني ابقى اقرش يا شيخة، وبتجيب لي في فسفوسة في جلدي ليه؟ فسفوسه يعني؟ اه لا سلامتك الف سلامه. لا سلامتك. لا على فكره بقى انا هقول لك ايه هي اهل. يعني فيها فيتامين اي بي سي وكمان بتقوي المناعه. ثانيه بس، ما ام بي سي يعني ايه؟ ام بي سي برده وفيتامين ده ام بي سي بنتفرج عليها ليه؟ ام بي سي ام بي سي ايه؟ انا بقول فيها فيتامين اي بي سي، اما جبتش ام بي سي دي خالص. انا قلت يعني فيها في الفيل وفيها في ايه؟ انا ما جبتش حرف الفي، انا قلت فيها فيتامين سي. يعني فيها في التمين وفيها في السي يا شيخه حرام عليك ليه؟ كل الحاجات الصعبه ليه؟ انت ما تتكلمش لحد ما اقول ايه هما الحاجات الحلوه. لا يا شيخه يعني انا اقعد ما اتكلمش والله يا شيخه. لا ثانيه بس، فيها فيتامين سي ما تقاطعنيش. ايه دي سي؟ طب اديها فرصتها. طب تقول لحضرتك يعني فيها فيتامين سي اي بي سي تمام، وكمان بتقوي المناعة. ومش بس كده، وكمان بتقع في البلاعة يا شيخة حرام عليك يا شيخة. ليه يعني نجيب فراولة ونقع في البلاعة يا شيخة؟ ايه؟ لا لا ألف سلامة على حضرتك من البلاعة. لا معلش بلاعة يعني؟ مش انت اللي قلت يا شيخة فيها؟ انا قلت بلاعة، انا قلت بتقوي المناعة. بتقوي القولون بتقوليها ليه في البلاعة ليه؟ طيب احنا سعدنا جدا باتصالك، متشكرين جدا لاتصالك، وان شاء الله تشرفنا تاني. الفنان طبعا هو بس في شويه ناس عندها حساسيه، فاللي عنده حساسيه ما ياكلهاش. اه انت المذيعه قولي بقى للناس، اللي عنده حساسيه ما ياكلهاش واللي ما عندوش ياكلها. انا الصراحه بقى مش متاكده ان انا عندي حساسيه ولا لا، ف طب انا بقى انا هجرب العصير ده طبعا على ضمانتك. الله 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 الله. في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ثانية. تعالي كده، عملت فيها ايه؟ يعني العصير ده يا بنتي انا ايش عرفني انا؟ انت عملت ايه؟ حطيت ايه في العصير؟ ما حطيتش حاجة، ما كشفت قدامك. دي اللي بتحبيها موتيها يا ترى يا احمد يا انتاج. النبي منى امي عشان خاطري. اتصلي بالدكتور بسرعه. يلا يلا اوعى كده بس يا فواقه. تعالي كده خلاص، مش ناقصه عياط هي اصلا. انا من الصبح اصلا متشائم منك. فراوله وفراوله عندها حساسيه على قلبها دي. تعملها فراوله؟ مفيش. ما هي عشان قعدت تقول لها بحبك وتعمل ما رضتش تكسفك. حد يعمل كده؟
بعدين انت حطيت ايه في العصير؟ ما انت شفته قدامك. انا احنا كلمه ولا كلمه. ايوه يا فندم. وايه اللي سبب المذيعه دي؟ اللي لسه يا خلاص اسكت بطل. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير يا فندم. شو هنظبط في ايه؟ شرق البنت دي عملت لها عصير مش عارف حطيت ايه في العصير وراحت الاستاذه شربت. لو سمحت لو سمحت تعالي كده. لو سمحت تعالي كده. بعد اذنك اتفضلي اقعدي. هي بقى لها قد ايه في الحاله دي؟ بقى لها بالظبط 5 دقايق او 10 دقايق او ربع ساعه. تمام. شربت العصير. تمام. مين اللي شرب العصير؟ البنت الصغيره دي. فين العصير؟ وانا قلت لها ما تشربيش عصير عشان هي تعبانه. العصير الفراوله اللي بياكلها اللي التمرج اللي معاك ده. الله يخرب بيتك. واحنا شيل اصلا بيتك. عليها. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. الفراوله مسممه يا بني ادم. هو مين اللي كان يا جعان؟ سيب ده خالص. تعال هنا. هتاخد مصل وهي هتاخد وهي هتاخد. اتفضل. لا 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 داري وشك لا 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 داري وشك دلوقتي. لا 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 تعالي عشان ما يحصلش حاجه. لا انت مش حطيتي ايدك في الفراوله يا بابا. انا ما شربتهاش. خلاص الظابط انا ما شربتهاش كده ولا تموتي. تعالي براها على البنت. طيب لو سمحت يا حضر الظابط سيبنا نتعامل. انت شربتيها ده حطيت لها فيه ايه؟ ما حطيتلهاش حاجه. لا حطيت لها والله حطيتها. استني بس. لا استني. ما بحط. امسكها يا حضر الظابط. امسكها لي. انا بقول امسكها. فيها يا جماعه؟ مفيش حاجه. وانت تتضايق على عيالك بقى يا اخي. يا اخي ما تسمع الكلام. انت قلت ايه؟ قلت ايه؟ تعالي انت. لا تعالي يا بنتي خدها عشان ما اسمك ايه؟ انت موتيها. بصي وسع حضرتك الظابط كده اقف بعيد لو سمحت. سيبني اشوف شغلي. لا سيبني اشوف شغلي من فضلك. يا دكتور واحده واحده عليها. هي اللي سممتها. طب ماشي ثواني بس يا دكتور. انت عملت لي تبس. يا بابا لازم. يا بابا لازم. ما ينفعش. هاتي دراعي. معلش يا دكتور. انا قلبي ضعيف والله. مش هعمل الحاجات دي. لو سمحت روح طارق. يلا يلا اتفضل. يلا تعالي. لا تعالي. لا تعالي. لا انا مخاطب منها. واحد واحده. طيب يا دكتور. لو سبع حضر الظابط بقول لك. تعالي يا بابا هنا. اوعي عشان تركيب. وريني دراعك. لا استني. انت حطيتي ايه في العصير؟ ما حطيتش. امال ايه اللي حصل؟ والله ما حصل. ايه اللي حصل؟ حطت. والحيوان انت حطيتي ايه؟ انت بتعيطي قوي ليه كده؟ طبعا على فكره انا مش دكتور. ده بهزر معاك. ده انا ممثل. يا دي حقنه. دي ايه؟ بصي ما تقلقيش حبيبه قلبي. يا روحي روحي يا روحي. حقك عليا. حقك عليا والله. حقك عليا. تعالى يا طارق. حقك عليا. حقك عليا. مامي وبابي بتوعك كانوا عاملين فيكي مقلب. مامي يا جماعه والنبي نادوا مامتها. عملنا فيكي مقلب. حبيبه قلبي احنا كنا عاملين فيكي مقلب. يا روحي هاتوا لها منديل. يا روح قلبي والنبي ما تقطعي لي قلبي. يا روحي انا هات منديل ما تاكلوش. نجوى اسمعي قولي الو. قولي الو. بصي مين بيكلمك. الو شوفي مين بيكلمك. قولي الو. الو ايه يا جوجو؟ قولي يا جوجو رد. مين ده؟ مين مش عارفه بابا. على فكره باباكي اللي عامل فيك المقلب. قلبي هو اللي وصانا عليك. عمال يقول لك قلب اهو. وقال ادوها الحقنه دي. روحي مديها الحقنه ولا ايه؟ اوعى يا دكتور. انت عملت ايه؟ انت في ايدك ما كنتش غسلها يا ميدو. انت عملت ايه؟ الراجل مات. هو لما ياخد الحقنه الراجل هيقول معلش. بس يا بابا. لا بس يا بابا. بس يا دكتور والنبي. ايه يا ريموت؟ حد يقول له انت قرد؟ هاتوا عيل غيره. اطلع بره. احترم نفسك بقى. انت فاكر نفسك ايه؟ انا من شجره يا حمر. انا بقى حالي
عبد المنعم عكرينو وبحيي دكتور اشرف صلاح. استمتعوا بقى بايه؟ باحلى مقلب في عصير فريش اخراج دكتور اشرف صلاح.